السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون عندي المشروع كبير، فأنا عايز أقسمه على كذا فيو بورد، تمام؟ بس عايز يبقى بينهم تزامن، أو بينهم سينكرونيزيشن، أو بينهم بيكملوا بعض. طيب لما أجي هنا في اللي أوت، خلينا نلغي دوت، نعمل واحد جديد، أقول له فيو بورد. هنا ممكن تختار 3 أو 4 زي ما انت عايز. خلينا نختار 4 مثلا، اوكي، واقول له اعملهم لي بالشكل دوت. هو يبدأ يحط المشروع كله في كل واحدة من الـ4 دول. طيب لو انا جيت هنا على الشكل دوت ودخلت جواه وبدأت اعمل زوم على الجزء دوت، على سبيل المثال اهوت، عايز اخرج من الشكل دوت، فحرك الماوس لبره وادوس مرتين. طيب دلوقتي بقى عايز اعمل الامر في بي سينك وادوس انتر. اختار بقى الشكل الاولاني اللي انا عامله، الفيو بورت اللي انا عامله الاولاني، وبعد كده اختار التلات التانيين. اخترت مثلا الشكل دوت، تمام، وبعد كده راح اختار التلات التانيين. جهاز بطيء، وبعد كده ابدأ اختار التلات التانيين وراح ادوس انتر او مصر، او بدأ يكملهم، واقدر بقى اخدهم بقى كل واحدة فيهم في لي اوت مختلف، او اخدهم اظبط لهم الفريم بتاعهم.